التعامل مع اللائحة خضع لمجموعة من المعايير اللي اعتبرتها أنا شخصيا موضوعية. أولا التمثيل الجغرافي، كان لابد أننا نوضع الفرق كلها باش تضمن الأحقية والتمثيلية تاعها داخل المكتب المدير، لأنه باش نكون معكم أكثر صراحة بغينا نخرجوا على الفلسفة والمنهجية التاريخية اللي كانت كرة القدم تنحصر في واحد لو رايون تخيل. دونك بغيت نخرج من هذا الاخر ومشينا للفرق ايتم اللول الخميسات الى غير ذلك، اللي كنعتقد شخصيا بانه عندها طاقات مهمه وكانت نجاحات. المساله الثانيه، المعيار الثاني الموضوعي، هو انه نشوفوا الناس اللي نجحوا داخل الفرق نتاعهم وقدموا اعمال محترمه خلال السنوات الاخيره. المسألة الثالثة هو أنه قلتها مؤخرا ودائما، وأن نضمن التوازن نتاع الحساسيات والانتماءات السياسية للإخوان، لأن كاين مجموعة من البرلمانيين داخل هذا المكتب المقترح. المسألة الخامسة وهي أهم مسألة أظن، وهو التشجيع. يعني كنت مقتنع على شخصيا منذ البدايه بانني غادي نمشي في واحد المنهجيه اللي نديروا فيها التغيير تقريبا في لاروبتور، لان ايمانا مني ومن مجموعه الاشخاص اللي كان عندي معهم اتصالات في البدايه بان كره القدم اليوم محتاجه انها تدير واحد القفزه نوعيه، لا من ناحيه الهياكل ولا من ناحيه ناجية ولا من ناحية التدبير ولا من ناحية الأهداف اللي خصنا نبلغوها في الآفاق المتوسطة والمستقبلية بسرعة. وفقا لهذه المعايير تم اقتراح مكتب مدير، ولكن مع الأسف وأنا غادي نحاول نعطيكم مجموعة من الإيضاحات لرفع مجموعة من الأمور التي تم تداولها في الساحة المنهجية شمولية. اعتقادا مني بأن الهياكل اللي غادي تدبر كرة القدم فيها المكتب المديري اللي خصو يوضع الاستراتيجية ويحرص على التطبيق نتاعها المستمر والدائم والتتبع، ولكن اللي مهم وأساسي هو أن اللجنة الاحترافية العصبة الاحترافية لتدبير أمور كرة القدم بالنسبة لي هو الهيكل الأساسي اللي غادي يتبع التدبير اليومي نتاع كرة القدم. وقلنا للإخوان، لأن مجموعة من تقريبا كان عندي اتصال مع كل الإخوان الرؤساء إلى غير ذلك، قلنا لهم بأنه كاين قانون توضح واحد العدد خصنا نوضعه في المكتب المديري، خصنا الآخرين يلقاو المكان نتاعهم داخل العصبة الاحترافية ثم لجنة الهوة. كنت كنعتقد بأنه الناس اللي ما لقينا لهمش، ماشي ما لقينا لهمش لان ما عندهمش الكفاءه اللازمه ولا اللي لقينا لهم احسن منهم، لا، الناس اللي ما لقينا لهمش المكانه داخل المكتب المديري يكون عندهم مكانه داخل الهياكل الاخرى، واللي اعتبرها شخصيا راه اللي في العصبه الاحترافيه راه كتكون عنده اكثر علاقه مع تدبير شؤون كره القدم. بطبيعه الحال قلت بانه كانوا اختلافات مع بعض الأشخاص، من بعد كل واحد أعطاها التأويل اللي بغاها، كل واحد أعطاها صرفها حسب الشكل اللي كيرجع منه بطل. سمح الله كل واحد في التأويلات، ولكن المنهجية راه كانت هي هذه. وراه عندي كل واحد كيف وقتاش هضرت معاه وكيفاش هضرت معاه وشنو هي المنهجية اللي اتبعنا إلى غير ذلك. تعتبر بأن الأمور بطبيعة الحال أشخاص عندهم الحرية الكاملة، ولكن غير باش نوضح بأن الاختلاف وقع غير في التموقع لا غير، ولا في الأفكار ولا هذا. اليوم راه الاستفزاز راه ما غنسقت فيه أنا شخصيا، لأن هذه المحاولات بدأت مع
منذ أسابيع غير باش يطمئن الجميع، غير باش الإخوان إذا كاين شي حاجة أخرى يدوزوا لها. راه ما كاينش الاستفتاءات، كاين برنامج، حنا مستعدين للحوار، نضمن ندوة ثانية غدا إن شاء الله بحضوركم بحضور إخوان آخرين، ونتذكروا ونقولوا ودي هاد الفكرة ما قبطاش نحيدوها ونديروا الأخرى، ونتفقوا ونكتب للجميع اللي جاي ياخذ هاد الأفكار ونمشي بها للقدام ونعاونوه كلنا ونقولوا له هنيئا. ولكن ها أنا قدمت الدعوة إتسيتيرا إتسيتيرا، وأنا بغيت نوضح واحد القضية أثيرت، هي قضية الحياد. الحياد أنا ما كنتش في الجامعة، ما تنعرفش حتى العنوان تاع المقر الثاني اللي كنت كتارة في الرياض. هذه مسألة، الناس اللي مطالبين بالحياد هم اللي كانوا كيمارسوا داخل الجامعة، مسألة أخلاقية. حنا ما عمرنا حتى جينا على هذه القضية. ثم كانت صارت واحد اللقاء مع السيد وزير الشباب والرياضة إلى غير ذلك. أنا أولا مشيت لأكادير كرئيس نادي، تلقيت دعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لحضور الافتتاح. تنقلت مع من تنقلت، تناولت وجبة العشاء مع خمسة أشخاص من بينهم وزير الشباب والرياضة الذي أعرفه منذ 15 سنة. وهذا العشاء اللي تناولت معه وأنا ماشي مرشح، لأنني تناولت مع وجبة العشاء يوم الجمعة، والترشيح وضعته يوم الثلاثاء. العشاء اللي ما كانش خصو يكون واللي حنا تنقولوا ما فيهش الحياد هو اللي تم مزاء يوم الثلاثاء مع وكيل اللائحة الثانية، صديقي وأخي سي عبد الإله أكرم، اللي تم بينه وبين السيد الوزير. أنا غير بغيت نوضح هاد الأمور لأن من خلالكم باش نقلوا الخبر، باش الناس تعرفوا شنو هو الحياد وشنو هو اللي ماشي حياد. اليوم أنا الوثائق والله ما خبري أن الناس كتخرج الوثائق، أنا أقول بأن هناك قانون يجب احترامه، خص الأمور تمشي في الاتجاه الصحيح. وأعيدها للمرة الألف أن التحدي الأكبر راه ماشي هو يطلع أكرم ولا اللائحة ولا إكس ولا إيه، راه التحدي الأكبر وما بعد 25 أكتوبر. راه كرة القدم الوطنية إلا ما نجحاتش في هذه الفترة، إلا ما استطعتش تدارك التأخر اللي عندها في كل المجالات، تتعرف إشكاليات.